السلام عليكم ورحمة الله. تحياتنا من قناة الحمام الجزائرية قناة تيجي ألجيريا. يستعملوها جماعة الدجاج وأيضا وجماعة الحمام ثاني يستعملوها. مربي الحمام مليحة وتنفع الحمام وتحميه من الأمراض وشغل كوقاية. هي ماهيش علاج لكن وقاية. راح نوري لكم الفاكسة بدون إطالة. راح نوري لكم الفاكسة. هذه هي القارورة نتاعها. الفاكسة اللي يستعملوها لتلقيح الحمام من شركة غاليمون. هكاك مكتوبة بالعربية غاليمون. وهاو عندك وعندك المكونات نتاعها. هو مستحلب للحقن يعالج مرض نيوكاسل. هاو لك مكتوب مرض نيوكاسل والإنفلونزا للدجاج كما رانا نشوفو. هذا مليح نستعملها كل عام كي يدخل العام الجديد في اشهر الشتاء جانفي ولا اواخر ديسمبر حتى تعود الحاله بارده ياسر. نستعملوها للحمام بدون اطاله. راح نوري لكم كيفاش نفاكسيو الحمام وخاصه للمبتدئين اللي ما يعرفوش يفاكسوا الحمام. كانت طريقه سهله جدا نستعملوها لنفاكسيو بها الحمام بدون ما تعب الحمام وبدون ما تجرح الحمام بلا ما تتعب. يعني طريقه ناجحه 100% نستعملوها دائما للحمام كي نعودوا وقت التلقيح. هكذا هاي شويه ثقيل الدواء لانه مستحلب زيتي معناتها مخدوم بمواد زيتيه. نستعملوها دوك تبدا تعمر هكا حتى نطول شويه في التعمير لكن طول شويه في التعمير لكن نصبروا معها ما عندناش حل. هكا التعمر كما رانا نشوفو راها تعمر. عندنا الحمامة هذه تركي قلاب من أقوى أنواع الحمام القلاب. هاي ليكم رايحين نديرو لها الفاكسة. والطريقة هي سهلة بالنسبة للمبتدئين اللي ما يعرفش اللي يجي صعيبة كيفاش يفاكسي الحمامة. الطريقة هي سهلة جدا. انك تحكم الحمامة هكا بطريقة بحنية شوية. دور لها راسها هكا وتغطي لها جناح. شوف معايا كيفاش تبعني مليح. تغطي لها جناح وتبوزي الحمامة في الارض. هكا تحكم الحمامة هكذا. وتغطي لها عينيها بالجناح نتاعها هكا. تدخل لها الراس في الجناح. ونحطوا الحمامة هكا. هاي لكم الحمامة. الحمامة راح تبقى عاقلة هكا ما تحرك ما عندها وين رايحة تروح. كيما رانا نشوف دير لها راسها دخلوا تحت الجناح وغطيها حكا تبقى مبوزيه. درك يجينا وقت اللي نديروا الفاكسه. اللي راهم يسقسوا على المقدار الكميه كشحال دير لها. دير لها زوج شلطات من هذا المصل هذا. زوج شلطات يعني زوج مليمترات. راح نحكوا هذا ونحكموا الحمامه هكا بطريقه راح تركح ما راح دير والو. الحمامة راح تقعد 24 ساعة هكا ما تحركش. صوري بابا هنا صوري الجلد هذا بابا. راح نبينوا الجلد هكذا. هذه للمبتدئين ونحكموا لا سيرانج كما رانا نشوفوا. صوري بابا الجلد. راح نديروا لها 2 مليمتر ونلظوا على البلاصه هكا تاع وين درنا. راح نزيدوا نعاودوها في حمامه واحده اخرى باش ما تفهموا الطريقه مليح. هاي الحمامه نورمال هاي كيما رانا نشوفوا. صوري بابا الحمامه راح هاي وراها خلاص. هذه العام الجاي ان شاء الله نعاودوا نديروا لها اللقاح. هذه حمامه تركي من اقوى انواع الحمام التركي القلاب. امثل روحوا جيبوا المال نديروا الفاكسة. هذا هو المال.
هذا هو، هذا هو المال. راح نديروا له اللقاح ثاني، ها نحكموه. وكما قلنا لكم طريقه سهله، تحكم له راسه، دير له راسه هكا، دور له راسه منا وتغطيه بالجناح نتاعو. المال يبوزي ما عادش يتحرك، خلاص يبقى عاقل. انت راح تخدم بالسهله، كي يبقى عاقل المال هكا راح تخدم بالسهله. اه جيب لا سيرانك كيما اللي درنا انت، جيب لا سيرانك. بابا صور الجلد، عامل لكم مكان الجلد، صوري هنا، صوري، صورتي بابا. قدمي قدمي مليح قدمي. هذا هو الجلد نتاعو، ها نحيدو شويه الريش حتى يبان لنا الجلد نتاعو. اقعد هكا بابا، راح نبينو الجلد هكا، نبينو الجلد. وندخلوا لاسورانك وننجيكتيو له 2 سنتيم، 2 مليمتر، استغفر الله العظيم. هو ثقيله شويه الفاكسه هذه، بالشفاء ان شاء الله. هاي كانت الطريقه هذه، صور البابا تحكم الحمامه بلا ما تغطي لها راسها، بلا ما تدورها، تحكم الحمامه هكا كيما رانا نشوفوا، وتغطي لها، تدور لها وجهها وتحكمها منها. صوري بابا طلع التليفون، شوف هكا تحكمها بهذه الطريقه بالكتف نتاعك. انا هذه الطريقه نتاعي في، كان اللي يستعملوا ابر اوتوماتيك، تخدم يعني اليه جماعه الزاج اللي يستعملوها، اما حنا نستعملوا طريقه تقليديه. نديروا له 2 ملم بالشفاء ان شاء الله. هذه طريقة نتاع المحترفين. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، وان شاء الله تكونوا فهمتونا، فهمتوا الطريقة كيفاش تثبتوا الحمام، وكيفاش دير اللقاح الحمام اللي هي الفاكسة، والكمية الكمية ولا الجرعة اللي ديرها للحمام. انا كيما قلنا لكم 2 ملم ما تكفرلوش. كيما قلنا الوقت، أكد على الوقت اللي هو أواخر ديسمبر وفي شهر جانفي، الحال كيعود بارد ياسر. والفاكسة هذه كما قلنا تنفع الحمام كوقاية من مرض الرقبة، نيوكاسل، ومرض الجهاز التنفسي. قبل ما نقص الفيديو، لا تنساوش ديرولنا لابونمون والاشتراك في القناة، وتحياتنا من قناة الحمام الجزائرية. السلام عليكم ورحمة الله.